بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. ودرس جني سدحاد إيو شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. درس جينا بإذن الله جل وعلا ما أنت وحين كب الله بينا النية. النية صلاة وحين صوت الماني وحيا به اللوبة هي استقبال القبلة هي صوت الماني. قفكم مركبوا اسود دياري او صلاة دي قيام كلي ما دو استاقي قبلة دي او قابلو وحو اباهي هي انو نيودو انو نيودة ايو اباهي هي. وكان صلى الله عليه وسلم نبي بوحا اوها يقول مديرا هذا انما الاعمال بالنيات عما لذا اوردمي وحيكو قنتمان او كهر قلان ونيدا وانما لكل امرئ قفك استنوح اسغا او اوليه ما نوى وحي نيود. حديث كني وحو اساس ويه ان دمان عمل الله سبحانه وتعالى لو دواد نيه لو باهيه. نيتنا هي الفارقه بين العباده والعاده وحكى لصارى قفك وحاو سيد عادي قائسة قصميه إيا وحاو الله سبحانه وتعالى أودوانيه وأنية نيادا إن قفك نيادا أما قلبك كوقبت وحاو قبانيه. لكن إن الودواق نبي صلوات ربي وسلامه عليه يا صحابة سمنا وكما سبنان القرون المفضلة سدح في قرنية وقوه الرئيين لمسورين اتري نيادة وإن أفكى لك دواقة نيادة إن لغو دواقة وحيتمي واختي إيدن بإيدتك عجمت أهي أي دين تسوغلين أي الله باهدي قفكم محون نيوني إن لو شيغو أولي له ذو حد نيونيسا صلاة تاغنتهي إن أي ظهر تهي إن أي أفر تارك عدو تهي إلهي درتي أدو تكنيسي إنت أين النيوت تبلغ أغباهي مركا ووح سودر هي أو علمات مركا أي ديب وقشر رحي يندتك لكن عدتي لها لغودة واقو إن وقتي يدي هوري مجرين حقا مذاهبتا مركا لي مادو وحا من باب الأمانة العلمية إن مذهب الإمام الشافعي أي تلمامان إن السنة هاي والتلفظ بها سنة كتبت الإمام الشافعي واتكو أركيسة كود واقستيدا إن أي سنة هاي. ابن تيمية وحويري التلفظ خطأ في اللفظ وخبل في العقل إن نيذا لغود واقو حق اللفظي أهانا ووح خالط أه حق عقلي أهانا ووح مكان عسني مكوشرتو سببت وامحي قفكو هدي وتسألهان سيحانا يو إن أمركو سرير تتقو إلى هدو وحاميونا يا إنان سيحانا يو هردان قل يو ديس سحماها مردو سرير تتقو إنو سيحانا يو قرانا يا marka aad masajid ki timi ama aad sijaayada li istaagtay oo aad soo weesaysatay oo soo diyaar garowday waxaad niyiisanayd waxa aad sameynaysid ilaahay subhanahu wa ta'ala nawhu ku tilmaamay yahay aliimun bi dhaati sudur laabta waxa ku jiray oo og yahay uma baahna marka waxa niyadaada ku jira inaad ilaahay kor ugu dhawaaqdid oo u sheegtid uma baahna inaad kor ugu dhawaaqdid وما باهنا مركا شوفوا هذا الشافعي لقيب كمدة ولبا سيدة الزبير وحيليهن قول كتل ماما يا نيادة إن لقو جهرو إمام الشافعي لغسوري إمام الشافعي وحاو كل سيمر كان نص
لكن نسخة مثلا تخريجي أم حديث كان تخريجي وحوي غير صحيح وي واضح مكان يدي محنو قرني إن أي أساس أتهي عبادتي أم الصلاة دي بلوغيدي قف إنو نيودو وحاوتو كان يوم إن أي أساس أتهي سيدا النبي صلى الله عليه وسلم تلمامينا أعماش أوردن أي اللوغ باهيه التكبير مركي إنو نيودي لن نمادنو وحينو باهن هاي تكبيرة الإحرام والله أكبر تي صلاة الوحرني halkan waxaan yar baraarujinayaa khata dad badan ay ku dhacaan marka salaada la tukanayo oo gaar ahaan jamaacadu ay ka horeysay dad badan hadii ay rukuucda imaamka ugu yimaadaan ama sujuud ugu yimaadaan ama fadhi ugu yimaadaan Allahu akbar inta yiraahdo qofku iska fadhiista sidaasina sax ma aha waxa looga baahan yahay مر هداد إمامكي يا جماعة لقب سنة يسيب أولا تكبيرة الإحرام الله أكبر لي كدبنا ركم كأما هل كأو إمامك مركع مريو كلقب سو الله أكبر تيك له والركوع سنة الله أكبر باتلي تسوى تكبيرة الإحرام وتيل وحرني كدبنا الله أكبر تيك الركوع يسيب له تبدأ نوحي سميان هل الله أكبر بوردميا ونال الركوع إياه marka takbiiratu al-ihraamku waa wax salaadaba lagu bilaabo la'aanteedna salaadin ma xirmin maxaan u baahanahay takbiiratu al-ihraam iyo takbiirti kale marka aad imaamku halka uu marayo kula qabsanaysi thumma kana waxa uu ahaa sallallahu alayhi wa sallam nabigu yastaftihu mid ku furfurta oo ku bilaaba as-salaata salaada bi qawlihi allahu akbar نبي صلى الله عليه وسلم صلاة مركبه حرام أيه وحاول كوكلي تشري إنه إلى هذا الله أكبر أي كوكلي تشري وأمر بذلك أرنت أنا وحاول فري المسيء صلاته نكي صلاة سحمي نكي حديث كي عان كاها النبي صلى الله عليه وسلم يسموه مركب مساجد كفردية صوغ علي مسجد كي لبرك عضوض oo tumaaniinadu ay ka maqan tahay degdeg ah tukaday nabiga sallallahu alayhi wasallam salaamay dabada nabigu salaantii ka qaaday uu yiri irji fa salli fa innaka lam tusalli noqo tuko ma tukani ninkii nooca ahaa waxa loo yaqaanaa ninkii salaadiisa xumeeyay xadiidkan nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkaa markuu barayay qaabka uu tukanayo أيو مركا أوغو شاغي وقال له حانو كويري إنه كما تقدم سيدي هوري نوصا ومري وقال له حكويري إنه لا تتم صلاة أمر ما استرنت صلاة لأحد من الناس قفضتك كمدأه حتى يتوضأ إلا أمركا ويسيستو فيضع الوضوء مواضعه وسدنا بوسسكي لوغو تلقلي اونيغو حبنه لوغو تلقلي إلا ما يرو وسفي عنه ما يرو ثم يقول دبدا ويراهدو الله أكبر وأه تكبيرة الإحرام الله أكبر تسلاة الوحرني ها حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم سي صريحة وحوغو تلمامي لفظيغا إيا إرايغا أوقفكو كرد واقيو مركو صلاة الحرني وأه الله أكبر ها وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يقول مدي هذا مفتاح الصلاة صلاة وحل غفراء وفراء الطهور ظاهر نمو وسقاد الشو يهدي قف كما يرشى يكون شواب كواتبتي إنه كما يدو مكاوحي ما يرشى كواتبي مكان مفتاح الصلاة صلاة وحل غفراء الطهور وطهارة وقفاً ظاهرة عند صلاة ما تكذو وتحريمها صلاة وحي كحرنتا التكبير الله أكبر أي كحرنتا وإنتي كم الرئيسي الله أكبر وحي آتري أولاني صلاة كمان بدأها إنتي صلاة الله أكبر كه الرئيسي أنت ديبا كوب بناني عبد ديبا كوب بنانا هذا الكيبا كوب بنانا وحي أولاني وحي حاران كانوا قريان مركي آت صلاة حرته الله أكبر تلي وتحليلها وحنا لقاق حلالو با أو لقاق بحا التسليم السلام عليكم إلى تلاهي
مركان النبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي صلاة وحل وسوء قليو إيا وحل قبح حيو علماذا قيب تدبو حي تلمامان سيغوين كلا ملغو قلي كرا صلاة تسالحان إلا إلهو الله الأكبر ملوران كرا إن الألف واللام لقدر لفظي أكبر ملوران كرا علماء قيبت با إله دا ولما إمام الشافعي وكالي وحاوت الماما إني بنان تاعي سببتو أه الألف واللام معنيه الله أكبر أي لهيد وحبكم يسو كردين لكن علماء حي إليهن سيغو صريح أه أي النبي صلى الله عليه وسلم كسوغن قاب كاو وقرد واقعي إني عن لوغا ليحظو موناك سنعي إليهن وحاينا سوغان إنان قاب كالي علمات غيب تدبالي ذكر كستا وغفق وغوغلي كرا لكن وحوغان معها إنك وحالينا باري وحديث وشيخ وصوقاتي وصريحة يوتي المامية إن لفظك الله أكبر لقرب وغفق إنو اللي مادو حنفي يدعو كالي وإيغو آن أهين دادك أهل الحديث كآتك وقوات أدك آن أهين آيات المامة كل ذكر يعظم فيه الله تكبيرة إحرام ذكر كستوء ومكا إله القوي إلينا يوم وصلاة وحرمة سابية المامة صرفتها وحليه معناها الله أكبر لولها إله اللوين يوم بلو رجل مكا إله كستوء إله القوي إلينا يوم وحرمة سابية لكن سيدة صحة أو جمهورة كتاقين وحوية الله أكبر بصلاة وحرمتها وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبيه يرفع صوته بالتكبير الله أكبر تمد عدك سكر وقعضا ها الله أكبر تمرك ليه كر أي عدك وقعضي جري وحوت سنة يا مركا نبيه صلى الله عليه وسلم لفظها تكبير تمرك وآخرين أيه كر أي وقعضي جري أو كربو أورن شريوي حتى يسمع إلا مقشي من خلفه ذلك ما كان كدبة كان يو جماعة علمذو انت عدم بأي إضافة حتى يسمع من خلفه وحيت الماميان إن أيتها رواية بالمعنى وأنا لفظي حديث كمدهين معناها نكسور يا شيخ لكن لفظي حديث كان يا حي عمر ديد والله اكبر كرو قاضي جمع لك دوت فنسان ومغليين وكان وحوها اذا مرض رسولك صلوات ربي وسلامه عليه هدي وحنن صدر رفع ابو بكر صوته ابو بكر ايا كر عدكيس اقاضي يبلغ الناس اسق اودتك قارسين يا تكبيره صلى الله عليه وسلم الله أكبر تيسا حنوكي أقدم بي نبي صلوات ربي وسلامه عليه وقيري ودي أبو بكر با كدب التكني ومركا عدك مدام وحنو سني وعدك سؤو قابنا كرغو قادي مبلغ وها قارسي وها ها وحي كنت سنسا مركا هدي إمامك إلذي كنت مادو أما عدكي سآن لمقلين أو جماعاتو أي لبكو مدن يسوين أي متابع يسوء الله سعوتو انقفك لعدك أقو قادي كرو هدي مكرفون ندك في ليه إمامك صوتكي سنو قاريو جماعات أوردن ملوبا هيا هي قف مبلغ أهو عدك قارسية سيدا إمينك بحرمينك كدعبا ملوبا هيا هي واميا وامي قف كان امام كدو عدكيسي سفي انا واضح ومقليا ان قف كدب قيليو بل احيانا تشويش كاغليو ذكري ياد اخرين لهين يين وخي ياد اخرين لهين عدكا دهر وليهي ارنتاس سحمه وايو مبلغه حاجه يا دنبا كينتا بل العلماء حيسكو افقسين ان مبلغا عدكا ديرين اي كدب له هدي أن لو باهنين أو باهدو آني تشيرين سلاديسو آني أنصح حموين سلاديسو آني أنصح لقنين مكا اللهم باهنوي نبي صلى الله عليه وسلم وقتك أوحانو صدي أمبونا أبو بكر عدك قارسيني وكان يقول حوراني إذا قال الإمام
هدي إمامك ويراهو الله أكبر هدي ويراهو فقولوا إذ النوحة لاهدان الله أكبر فصل لغانو حين مركا أين كسو كوبي كرنا قفكو صلاة وحكو قلي وحين لوا تكبيرة الإحرام الله أكبر أيا لقو قلي علم ذا قيب كم إذا مفوق هذنا وحكو مقعابين مقعا تكبيرة الإحرام الله أكبر تا أيا وحلو مقعابي تكبيرة الإحرام لذلك ويضع لغسل قاضنا يتحريمها التكبير حديث كيها لغسل قاضنا إن محي تحريم النقطين وحين صوت الماني إن يتهي ما دام الصلاة دي وحي كهرية وحلال كوها الله أكبر تنعيكا حرامين يسو أي تحريم كلك وكيم وحاران كان نقضي وحي مركي وركو بنانا صلاة دي نساسة كحرانتي أو وحي صلاة بذي هيدا أتكو سمين كريسيد وإنت لقوه قولي هيون ومباحات كي بدنابا كبحا يميش صلاة إن قعمها كرلو قادو ومركة الله أكبر ليه هي أما دقها للسيمو أما قربها للسيمو إينا النبي صلى الله عليه وسلم أي لبضوا كسوغيه لبضوا نبي صلى الله عليه وسلم أي كسوغيه ركننا ماه وصني ركننا ماها ركن محل إلى هذا ركن وحل إلى هذا قيد الصلاة كميدة هو هدي أنو كتغنو إن أنو كسو علينو مويا صلاة أنو أنا ينصحين محاكميدة الله أكبر تاسا كميدة وحاكميدة قراءة الفاتحة فاتحين لأخرين أيا كميدة ها أركان الصلاة أخر يتون مالها وي وتير الآن تود دي أني صلاة ينصحين صلاة ينصحين وحيابها كلي السنن كأي واجبات كهدين لغتكو إياك وحا كفلن سجود سهو غفو لي مادو أي كفلن مكا قعما إنكر لو قادو سنوين كصلاة أي كميتان صدح قاب أي علمة سوريان قاب كوبادو حوييين مركا تكبيرة الإحرام ورني سيد الله أكبر آت قعمه الراعي سيد الله أكبر هالمر آت لاهدي وحكلو ينسوغن إن قفق ورنكرو قعمه انتو الرئيسي دوانا الله أكبر ورنكرو قعمه انتو الرئيسي دوانا الله أكبر تو أيضا بيسو وحكلو السوغن الله أكبر تنتو الرئيسو إن قعمه هنا أيضا بيان سدح دوا وحا النبي صلى الله عليه وسلم أيا لقوري إن إمام كوينو تكبير تكبر قاضو إينا إن لو باهاي هاي أو إلا قمار ما تايسدت كو أيو مغلان أينو كقاضنين رفع اليدين وباب كادا عن تلمامين وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدكر قاضا لبدي سكعمود تارة مع التكبير مرنا الله أكبر تأيو لسعد سين شري أو كرب قاضي شري وتارة بعد التكبير مرنا الله أكبر تكذب أيها هيد وتارة قبله مرنا الله أكبر تكهرب يا هيد وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يرفعهما مدكر قاضا قعمها ممدودة الأصابع فرها أو مركا كالبحسا لا يفرج بينهما إساقو أنفريك لك حينين وساؤك لفقينين ولا يضمها سانا عن الله بين أمان سلا آد سكودكينين ضمك سيدا قابك فيرك الله الله بنا والي إلى هذا سيدا إلا سكودكينا والي إلى هذا مكا وقاب سكما يلي حاذا حوقنا الله مكا لفظنا يو أفري حوقنا الله مكا لفقين يو حوقنا اللي سكودكينين مكا سيدا عادقا يا طبيعقا أي مكا غفقوا قعنتا كرب قاضيا وكان يجعلهما لماذا قعمودنا وحاويه لشري حذو منكبيه ميلس من لبديس مركا قرب ميلس من أي سمين شري وربما كان يرفعهما مرمرنا وحادي عشرتين كرب قاضو حتى يحاذي إلى لسم بهما لبدا قعمود فروع أدنيه لبدي سدقود هل كاهو سيء مركا سؤال الله دي دقها الوحرو فرعاير أيو دعال لذا دقها أيو مركا لسم يشري
رسولك صلى الله عليه وسلم مركان حابا نان قعميه كرو قادي دودي انان كور انتانو قادو ان قربها الله سيمو ايو انان كور اغير قادو او دقا هفرو ان عارده هودا ان الله سيمو لبادبا ويبانا انتها اما لين علو اتشيدين ايو مقبلة دي اتشيدين بسوي كتشيدين وحنس او كسو اروري او سيقار او تلماما يا مچيرو وايهي مركا وحين كقاضنينا هلكا مركي الله تكبيرة الإحرام كلا حرانا يو إن قعمهانا كرلو قاضيو قعم حرشدا سينا أما كرلو قاضيستا سينا أي سنة هاي أو آني فرض أهين مركي الله أكبر قفكو يلي أو مركا قعمه كرلو قاضي حقيمو قعمه ساريا وضعوا اليمنى على اليسرى مدكتا إلا كرسارو بذيحدا والأمر به إيا إسفريستا لا إسفري وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يضع مدكا يده اليمنى قعنتي سمدك على اليسرى بذيحدا يساري لبدا قعمود مركا آد الله أكبر تلي أي صون وقذين وحضب أنت هاي قعنت بذيجي إن السرايس تبدي حدا دشيا دنا عين نقطه وكان يقول ورنشر صلوات ربي وسلامه عليه إن معشر الأنبياء حدان النهاي النبي ذا أمرنا وحنا لفري بتعجيل فطرنا إن عند دشنو أفرك يجا صونك وتأخير سحورنا إينا ندب أدقنو سحور تيادا وأن نضع إينا ندقنو أيماننا مدق يدا على شمائلنا بدح ديادا أنصارنا في الصلاة صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد المعمي سد حرمه أو كم دها وحيابه النبي يدا وردمي أي كسنا ينو إلهي فرعين أنت كواد وحوت المامي أفرك إن لددتشيو أو وقتك أو غرية إيه مركا وقتك مغربك أو صغره قفك أو أفره أنو ديبو ديجين وحوكالوت المامي سحورتا إن ديبلو ديجو أو وقتك إذا قدام بايا وقت قفك أو كسحورا كرالو سحورتا إيو صلاة مركا لتوكان أيو قعان تنميدي إني كسر رئيسو قعان تنميدي إنت عيانا لفرأي أيوه مر برجل سيدو كلا النبي صلى الله عليه وسلم وحصان مرينين وهو يصلي سجوة تكنيا وقد وضع نكاس وحو ساري يده اليسرى كعنتي سي بذح أيو على اليمنى مذكتي ساري نين لبدي قعمت كلا سرئيسي ومركا بذح ذي سرئيسي أيو صوم مري فانتزعها دبل الدو كسيبي ووضع اليمنى على اليسرى مدكتي أيو دل ساري بدحي سري سحر حين أيو كدغي حديثك وحين كقاضنا إنا وإنا تسين أيام نبي صلى الله عليه وسلم نكاسي سقو صلاة دي كتشرة أيو صلاة دي أصحي قف مركع صلاة وحك خلطنتهاي إن أدوسي كرتيدو أنا تسوقين أنت أول صلاة كبر حياة أدوسي كرتيدو توسين كرتيد أيانو كقاضنا إنها ها مركا وقاب كسحرة وإن مدكتو أي سريسا بدحذونا مركا أي هو سيسا إن تبا مركا قعمها الله إسا ساريا حق الباس الله ساريا الله بدي قعمه إن مدكتو سريسو بدي حدونا أي هو سيسو أيينو تلماني قوبت الله سارة يا واهلك مدك إيا بدي حنما إنتن على عشاء أمبا الله يسدو سارة يا ما إلا سحلك لك أرسين يا سيبا لورنيا وضعهما إن لقد الله سارة يو على الصدر لابت لابت إن الله سارو أي باب كنو تلماني موضوع إن قعمها قفك وصار لابتا ولابتا صاروا لابتا وإنتا ناسها إيو ميلها علوشنا كسو صار رئيسا إنتا أصلا لابتا ليداه إنتا هلكا إنو صاروا أو لحظة إنو صاروا موضوع حديث صحيح وحوقا وعلى صدره تلماميا
culimadu hadal badan bay ka leeyihiin. Waxay tilmaamaan xadiidka tilmaamaya وكان يضعهما على الصدر أما على صدره وشيخ أوسوقاتي وحالة فردي وقار لنغذين إلا إذا ذم أمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم عن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه علماء بذن وعلماء ثقات كأهي حديث كمرك الأورين يكحوغا وحيت المامان حديث كأنتي سكليني وريان وآني كتشرين على صدره آني كتشرين وحكم إذا علماء الحديث كان وريسي وكتشرة حق آدل وكر سوية هاي وكم دي هاي الإمام محمد بن إدريس الشافعي وكم دي هاي قتيبة بن سعيد يحيى بن آدم أبو النعيم الفضل ابن دكين إيو وكيع ابن الجراح إيو ركالي ووين وآدل وكل سوني هؤلاء شريعة بن قارية وحديث كان وريي ننكم صدرين على صدره لذلك با علم ذو حي لهذا قعمها قفكم ميش أسار أيو وميش أفضد أسهلا سدح قيبود أما أفر قيبود عن راهو أيان الله قيبية سعادية إن لابت سارتين وصيدة يقف ذو الضحي تدك قيبتوت كربي أقاعدان أو إلا ميلون تكدو بيسارا قيبتوتنا علوش هوستيدي بقية قيبتوتنا علوش هوستيدي أي بقية شافعية ذا إي حنفية ذو وحيقبان إن لابت الله سارا إن السنة تحي حنابلة ذو لكن وحيقبان علوش هوستي ذا إلا سارو أي قبان مالكية ذا أو ينا مذهب حوق بدنا يقوى بسيدة ياند وبسيدة يانو قعمها لابتا مسارا مركا حوقا فسحا كتشرتا لابتا إلا سارو إن قعمها لسارو لابتا أي أو حوق بدنا دي لما مذهب أي اسكو راح سيهين لكن قفك علوش قبتنا وحد باتا أمالها واحد باتا ملها لكن شيخ محوقاتي تعالى بتابوقاتي وكان أبو صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى متسارا مدكتا على ظهر دبرك أما حق سراء كفه اليسرى على عشيس مركاب بذيح والرسغ والساعد إيا عما عمت إيا ردن كبا مركاب قعنتي تن إلى عما عمتي إلى هالكاسة لقارسينية إلى ردنك أياد قابانا يساوي إلى ردنك أياد قابانا يساوي وتعدي حد قذب إلى سحلك إن أدقارسي سيدو إلى سحلك أدقابتد واحد قذب إن أنت يرعون لبضع قعمت كليا على عشك ليه إذا سارتدنا حوقا قابس باكوتشينا إن مركا هالكان رسغي اللي يلاهدو أما عما عمت اللي يلاهدو أي كلابانتو لدافيو ومركا ردون كان مركا قعانت الله سارو أي الغبا وأمر بذلك سدا أيون فري أصحابه وأصحابتي سدا أيو فري صلى الله عليه وسلم وكان وحوها أحيانا واختياد قيبتون يقبض متقبتا باليمنى مذكتا على اليسرى بدح ذا يوكو قبنشري وحنو تلماني حديث كي هوري إسا سارد بو تلمامي قعانتا ومركا لسودا في عما عمتا هلكا لساري بو تلمامي حديث كان دمنا وحو تلمامي وقت إذا قيبتو إنو قبنشري رسولك صلى الله عليه وسلم مرنواد ساسادو سارتي وماد قبن مرنواد يرقباتي لبضب النبي صلى الله عليه وسلم ويكسو قنتهي ويكسو قنتهي ووات سمين كرته وكان وحو أها صلى الله عليه وسلم ينهى مديدا ونهيا عن الاختصار كليا قبسيا إن كليا هلا قبصدو في الصلاة صلاة مركا الوجه قفكو صلاة إسابو كتيرا إنو لبضب كليا مركا أو قبصدو أي نبي صلى الله عليه وسلم نهي جري وديدي جري وهو الصلب وقابك معترك أوكالي أي نغنيسة ودمدي حيئيو لبدي قرب إن سلا سكر اللي يلاهدو الذي كان ينهى عنه تكاسو النبي صلى الله عليه وسلم نهي جري وديدي جري هل كان بابك وحينك قادرني دور مسألو
waxaan ka qaadanay qaabka midig iyo bidix la isu saarayo oo inay banaan tahay kor in marka gacantii dusha laga saaro iyo in la qabto labadiiba inay banaan yihiin booska la saarayo een inay tahay laabta inay laabta tahay halka labadana soo dushooda ah oo kale in ay tahay laakiin ay banaan tahay qofka hoos uga dhigo oo marka caloosha qabtana aanay dib lahayn oo marka fusxa ay ku jirto meesha een qofka xundurta hoosteeda qabtana aanay dib lahayn aanay dib lahayn weeye حديث وليبا مرفوعة أي تلمامان إن موضوعة وكسو أروري مسألة سدحاد وحوهي إن نهي وكسو أروري أما ديدمو إن مكا قفكو كليا قبصدو مركا أو تكنيو أرنتا سنة أي تاي سفوينكي دادكي لو عراضي أي هدى النظر إلى موضع السجود والخشوع صلاة مكي آد حراتي labadii gacmood aad markaa istuul saartay xageebad eegaysaa wey annabar in la eego ila mowdici sujuud barta uu qofku ku sujuudayo iyo wal khushuuc in markaa la khushuuco wa kana wuxuu ahaa sallallahu alayhi wa sallam ida salla marka uu tukanayo طأطأ رأسه مدح أيوه أفور رنجري ورمى بصره أرقي سنوحو كوغني شري ومركا إيجي شري نحو الأرض للك أيو إيجي شري ها وحتي الماما يا مركا حديث كاسي النبي صلى الله عليه وسلم مركا وتكن أيو إنو هوس إيجي شري أيو تي الماما يا ولما دخل الكعبة مكي أو كعبة صوغ علي حديث كاخر مرسل ابن سيرين عن ابي هريره ويه علماء قيبتود وحي تلماما سي حديثه اما الحديث كاوديسه ان اهني حوق بدنين اي تلماما ولما دخل مكي او قال رسولك صلى الله عليه وسلم الكعبه كعبدا ما خلف بصره موضع سجوده كمود بدعين او مكا كمليحن ارقيسو goobtii uu markaa ku sujuuday xataa kharaja minha illa uu kaabadii ka soo baxay xadiidkan waxa wariyay Aisha radiyallahu anha warḍaha in xadiidkanina ma tilmaamayo si gaar ah nabigu sallallahu alayhi wasallam waqtigii sujuud waqtigu tukanayay inuu hoos eegay waxay tilmaantay kaabada markii uu galay inuu hoos eegid bilaabay kaabada markuu galay markii salaad kuma jiro waa gelitaankiisi kacbada ka soo bixitaankiisina de salaad kuma wada jirin waqti uu soconayay baa jiray marka culimadu waxay leeyihiin xadiifkani weyneyn uu nabigu sallallahu alayhi wasallam weyneynay kacbada in uu indhaha hoos uga roganayay ayuu tusinayaa ee salaadii oo dhan inuu marka hoos eegayay ma tusinayo ay tilmaamayaan وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحويري لا ينبغي مهبونا أن يكون إنو أهادو في البيت قرق أو كعبة اللولة شيدو شيء شيء يشغل المصلية قفك كان يا مشغولية حديث كان وحوة الماما يا النهي كسو أروري قفك قوبت كنت كان يو وحيابا مشغولية وصلاة كمشغولية in ayyalanan loo baahnayn waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ee kaacbada waxa uu la jiray sawir badan baa uu la jiray waxa ku sawirnaa nabiyullahi ibraahim iyo inkiisi ismaaciil waqtiyada dhiseen waxa ku sawirnaa wankii ee nabi ismaaciil lagu furtay tasawir badan baa taalay waxyaabahaasi qofka tukanaya way mashquulinayeen aragisa way mashquulinayeen marka nabi sallallahu alayhi wasallam uu nahiyay oo uu diiday in wax marka mashquuliya ayala taa waxa la mid ah masaajidada laftooda inaan decoration aad u qurux badan iyo sawirro iyo waxyaabo badan oo dadka mashquuliya inaan la dhigin ayaa haboon sababtoo ah qofku salaada markuu yimaado inuu khushuuc ku mashquula la doonaya haddii waxyaabo xarxardhan oo uu daawanayo maanta dhan uu yaalaan ay yaalaan salaadiisi mi markaa dhib u geysanayaan haddii salaada qofka dee dhib ku timaadana waxa uu meesha ka baxaya wixii masaajidka iyo ay u taagnaayeen oo ah khushuucdii iyo cibaadadii
وقال صلى الله وكان وحوها صلى الله عليه وسلم ينهى مديدا عن رفع البصر إن أرق كرلو قاضو إلى السماء السمد قفكم مركبو تكنيو إنو كر إيغو نبي صلى الله عليه وسلم هو النهي أو ديدي ويؤكد وحن أتكي في النهي ديد ملأ أنت ديد يؤكي حتى قال إلا أريد لينتهين ويسكدين دونان أقوام دد يرفعون كرء قاضية أبصارهم أرقودا إلى السماء في الصلاة سمضى مركا إيغا يوقت أي صلاة كتران أو لا ترجع إليهم أما أرق بأصن قلماي ها حديث كان وحوة المامية قفكو إساقو تكنية حدي أو كرء إيغو إن أو خطر يهي إن أرق ببيرو إن أرق ببيرو مركا اللهم باهنا قفكو إساقو تكنية إن أو كرء إيغو اللهم باهنا. وفي حديث آخر حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوكو يدي فإذا صليتم هديئة تكنيسان فلا تلتفتوا حبا للضيمونين ونعيذها إيقنا فإن الله إلهي ينصب وحأسو قابلنا يا أسو تشيذنا يا وجهه وجهيس لوجه عبده أدون كيس وجهيس في صلاته صلاة انت أكتشرو ما لم يلتفت انت آن لنعي إيقنا إلهي سبحانه وتعالى بدهر تاغنتهي ربي باكولا هضيا وحاد ليضهي أوردن كاغة شوابيا مركاتنا ذا الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي أدون كيغي ويم هديب ورنيا آيات كستوى دخلنا يسيد فاتح هذا وقال لكاغة شوابيا إلهي سبحانه وتعالى بدهر هضيسا مركاتنا الدين عي إيك إيكتي وحي تلمام إيسا مركا قيمين لآن ابن آدم كعادي قفك كل هذا ليا أما قفك أهل هذا ليسين هديه مربك هاتش استوادق والله هذا ليا دوا احترام دره فكيف بالخالق اللي هي إن أبو ري يسق قفك هرت عيني هاي إنه دين عيا يا جنا ورنكسي حق شرتوي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى المامي أنت وقفك صلاة كتشرو إلهي سبحانه وتعالى أنا وأسو كذا حدي لكن أبالا دايمو ربي أكتشي استوهي. وقال أيضا سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم حكيري عن التلفت بالا دايمو كوحا أكيري اختلاس وحديد أمد فيد يختلسه الشيطان شيطان كدفيو من صلاة العبد صلاة يا دوك هذا دركتيد قفلنا مربي إيجايا صلاة دي سوى مركا إيه أشر كذي ومر بشيدها وكحذية ومركاؤه كالعرر ياوي. وقال صلى الله عليه وسلم حديث النبي حوكيري لا يزال الله إلهي كمزولي مقبلا على العبد إنه أدونك سوقا بالسيحي في صلاته إنت أسرادي سكتشرو ما لم يلتفت إنت آن بالا ديمون ونعيد إيجين ها انت آنو لنعيد إيجين. فإذا صرف وجهه هديء الليحية وشكيسة إن صرف عنه ربي لو كتشيستاوي ها حديثا وحيث السنة سامركا صلاة انت الوشيرو إن أنا أذكرن إيجين لنعيدنا إن الإيجتي آن لو باهمي إيجمدو وإيجمدو غفكو وشكيسة أوردن شيذيو إيج ماذا سا لتلمامية التفاتك لتلمامية والتفاتك سوكال ونهى سيدوك للنبي صلى الله عليه وسلم وحو النهي أوديدي عن ثلاث سدح دقن أما سدح عرموض أو أيدتك السميان أي أوديدي صلاة أوديدي عن نقرة وح أوديدي كوين نقرة وح ليلة ذا دقاق يشين بروه مركا أي مرها عنيان أفكا سيدا أي للك ودفتان بليلة نقرة وقرع عدة عن نقرة كوين كنقرة الديك سيدا الديك مركا ومركا مرها عنيو وأفكا للك ودفتو محا لولا تشيدا دي سلاة دق دق أو أهم سجود إيا الركوع مدنا بقى لوحة سيلين وقد مدد ماذا حقفكو انتو التابسية لولك انو كلاسو بودا يو صلاة النوع عالوتو كدوال الديدي ونهي باكو سهراري وإقعاء وحكالو الديدي فردي ك
كيقع الكلب سيدا أيقو فريستا أيقو قابقو فريستو لبقى أبا علمدو ويكوت المامي قفكو إنو دبادا لول خديغو چلبهان أو تاغو ساقو قعمه لول كأو يالان وقابقا أيقو فريستو قابقا أيقو فريستو وحكالو أه إن لبادا لغود ولبادا لنعنتو مريو ودبادا لول خديغو وقعمه لول كساو ديكتو لبدا قابا ما لبدا سوربا علمدو وي كبخيين وقاب كايغو فديستو وي فدي دايرنا وا لا يراهدا فدي دايرنا وا لا يراهدا تا وا لا ديدي مكا ان قابكا لو فديستو وا لا ديدي والتفات وحكلو لا ديدي با لا ديمود كالتفات الثعلب سدا دعوود اي مركا دينعيدا او ايغتا waxay ka mid tahay xayawaanaadka aadka u feejigan oo marka aan la dagi karin inta badan dhinacyada inay si joogta u eegto ayay ku socotaa marka qaabka noocaas qofku inuu baaladaymoodo isagoo salaadii ku jirana iyana nahay ayaa ku soo arooray xadiidka culimada qaybtood sanadkiisa way ka hadlaan oo dacwad bay tilmaamaan laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay uu ku xoogananayo marka وكان صلى الله عليه وسلم رسولك وحاويري وحاوها يقول مثل هذا صلي أتكو صلاة مودع قف مكة دنيد السقونتينية صلاة أتك دعوكال قف دنيد بكتكي يهدين بيلا هذا تنوى صلاة ديكو قدن بيسي دنيد بأتك قتكي لهي وحا حقيقة إن أنا صلاة لحيدة سهو الله تمادين ميلك لكفي كرتين دونيك لكفي كرتين أنا مشقوشين وحا صلاة وقت دقيقة كستي سكن كستبعات كو قادر لحيد أدقو عبادة إلهي سبحانه وتعالى أسو جيدا أيات سمعين لحيد مركا صلاة كستو أتوكنا يسيد أتوكو سيدي قف دوني دا بس قونتين أيا وصلاة نعيبو دم بيسو كأنك تراه سيدا إلهي سبحانه وتعالى أدقو أربية ودرجة الإحسان قفكوينو إلهي سبحانه وتعالى أعابدو سيدا الله إساقو هرتاقا أو ربي أركيا هدي أينو أركينو إلهي سبحانه وتعالى ديمينن جيس جيسنين وحكا لكمينن فكرنين سهوينو ميمادين ها مكان يدا دا واحد قليسا الله بات هرتاق انتهي حرف كستقوا هذا خمني سيد ردان سو مركا ردان سوي فإن كنت لا تراه هدي آند إلهي أركين فإنه يراك ربي ووك أركيا حديث مركا وكوت الماميا عبادة مركا آد قلي سيدي صلاة آد تكني سيد إن قلبك آغا أوردن آد سو حاضر سيد أو قلبك آغا أوچوغو عبادة آد سمين سنن يد آد أوردن مركا آد أسو چيد سيد وحا آد ليضا هاي ذكرك آد أخرين سيدنا آد معنه سردن ستدوي أو آنو نقون ذكرك سو بحيا قلب الله غافل قلب إسكرا مقان أمر كان موجنا ذكر كسب حياء النقن ويقول وحوكل رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كم بلت ما من امرئ مشر قف تحضره صلاة مكتوبة صلاة فرالي أي سوق شو وقت جدي أمر كأيوت ماذو دبذنا فيحسن وضوءها صلاة فرال كأوي سديدي هجاتية وخشوعها خشوع ذينا هجاتية وركوعها ركوع ذينا هجاتية هدو انتا سمي يمحوه ليا إلا كانت صلاة سوحا أيون قريسا كفارة لما قبلها دم بالداف أي وحي وقن قريسا وحي كهري صلاة ومن الذنوب ذنوبه محال لوغا باهي هي قفكي إن عبادة دي وقت جيد هورتا وصوى قلو دبادينا ويسا دا حقا اتشي او ويسا لما استران او أركان تيدي شروط دي ودا تولي ما دو صلاة خشوع لنا وتكدو او ركوع دي يمركا قيبه دي ولما استران حدو انتا سمهيو دن بداف ذنوبتي كهو الرئيسي صلاة دا اي الهي كدافيا ما لم يؤت كبيرا حدي ان لا ايمان ذنبي وين ذنوبتا
انت بدن عبادوينكو اي تلماما ان صلاته اي دافان اما رمضان الى رمضان لغو دافو اما جمعة الى جمعة لغو دافو عبادوينك نوع عاسي وحا انت بدن الله سبحانه وتعالى قدافة وذنوب تصغير تاوي ذنوب تكبائر تاهي وحا يباهدان التوبة النصوح توبة مركا النصوحة قفكين لي مادو إنو قفك الله سبحانه وتعالى وغتوبت كينو إنو كمرغودو وندم ليمادو وعبادة إساق نفتيسو قفك إنو آدو غور ورو وغمرغودو محاو حنكو قيئي يدن بيان ويلاهو العزم على عدم العودة وغو آن صدقنا ندبوه النقون حدي مظلمة إيا مركا بن آدم حقوقي سوء كجرين وكحلالو أبو وام قفك عفي إلاهو أما وحيك غمغنا ويعليو مركز ذنوب توا وين توبت بأبهيهن ذنوب تنيرنا إلى سبحانه وتعالى أي كل عفية عباده إن كان ينتلمان أي أمرك صلاة الله جاتي أي كم تاعه وذلك الدهر كله أرنت أصلا محوقك هلا يا سنة كوردن سنة كوردن مركز سؤال سياسة ما يصير إلى سبحانه وتعالى عباده إن كان وحوقك قد عفية ذنوب تهذيبين وقد صلى الله عليه وسلم نبي وحاو كتو كذي وقتي وقتي هذا كمد في خميصة بست أما قعد وأمرو مركا عد بكسميسا أو يرى إيه أذقوي لها أعلام مركا حردا مرا حردا أو مذباله أي الرسول صلى الله عليه وسلم كتو كذي فنظر دبذيذنا وحو إيغي إلى أعلامها حركي يوم مكا حريقه أي الحيد بو إيجي نظرة هل إيج مكلي هل مربع إيشو كقد عضي تبدا نو إيجي فلما انصرف مركي وصلادي كبحي قال وحويلي اذهبوا إيجك حي بقميصتي هذه إن قعيا أما مستهيجا كان إيجك حي أوجي إلى أبي جهم منك أبي جهم لإلهه وأتوني وحاند إيجا كنتان بأم بجانية وبستاء استجنا هل مذبله ومركا مجا على لورنشري أم بجانية لورنشري أيو إيجا كنا وأبي جهم نكلي له أوليه وحس ودين له وحنبي صلى الله عليه وسلم استجى سلادي سك مشقولي محيط كلا أود ري أو يدهب الأجيء علمات وحيت الماما قفك منزل ديسة وح السجى الذنب يكون قنكع اتكلا إني وقسه لنته رسول صلى الله عليه وسلم وحوها لدرجة دي وقس الرئيسي يوم ده قفك وقس شرف بدناقوها مشغول يرلومه وقلين إيه مركعين وح عبادوين كما مشغوله لكن وحلق يا بابن آدم ككلا إن أنا يبقوا لهين وحق له صورة قال أبي جهم مركا لوقيه إن أنا سلاد بو استعماله وحيابك لو استعماله وصيابك لو استعماله مركب وحي كنت سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرضى حربا من البدل إن ومركا أدي لي إن سلاة دي كمشغول سي هل مربونا إيجي لكن إشا وحي لي الله دقن وحي مركا أركتو أي مركا تحليل سا وإن بدن بات كسي فكرة سا من البدل إيو وحي أهايين إيو بات كسي فكرة سا مركا النبي صلى الله عليه وسلم سيدا أيو أدي لي إن مركا أو هايستو مرضى أو حويدك قادة مرها المذبلنا إيكين فإنها وايو صوت أودر وحوية صوت وحوية الهتني وحيقة مشغول سيئاني فالمركي دويد عن صلاتي 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 دي وفي رواية حديث كرواية كالأولي وحويدي فإني نظرت وحآن إيغي إلى علمها من بدأ ذيبان إيغي في الصلاة صلاة فكاد يفتنني ها فكاد يفتنني وحمركا كسكتين من بدأ سوحي كسكتين إن صلاة إيغا فتنية ينوي وكان لعائشة ثوب عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحي لهيد مرو فيه تصاوير سورها له علماء وحي تلماما سور هذا الشيء مرضى سعي لحي إن أنا أهين سور هذا النولة سور هذا النولة
إن أنا يا هين أسوي مركا أشكال كلي مركا إن إلى هين أو ممدودة مرضى سو مركا كفت سنين إلى سهوة خلوة سهوة سهوة وحلي دا قل أدو قل كلا كد وكد حدسيها وحتري قل كعادي جاء عربت إن أي أضيق سجارة وسميان قل يرا كوبا أو مركا odayga iyo islaanta iyo ay degan yihiin qofku marka uu qolka soo galo markii ba aanu isha ku dhufan halkii ay seexanayeen iyo aanu isha ku dhufan marka khalwo yar oo ku dhixtaalay ayay marka ay ku kala bixsanaydo lagu fidiyay way fa kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ahaa yusalli ilayhi dhankeeda ayuu tukanayay fa qala wuxuu yiri أخيره عني دب إيجا دجا أمرضن يعني ماشاء أن كأركيو كقاضي وملك ذي جاية فإنه لا تزال سببته حوية كمزول تصويره سور هذه أي لحين مرضه تعرض لي إن لإيسو بندجا يو أن أركيو في صلاة صلاتين يعني إيش هي دب أمر بس سور هذه أي لحين دب يقصو علنا يسء مرضا إيجا فوقي marka nabi sallallahu alayhi wasallam u dhibsaday iminkana waxa arkaysa masaajidadeena dhalinyaradii la soo galay sawir bini aadan isaga oo dhabarka kaga sawiran ama magacyadoodii ay ku wada qoran yihiin oo aad akhrinaysid magacyadii kambaniyada iyo magacyadii dadka iyo sawiradoodii dhabarka ay kaga wada qoran yihiin arintaasi arin wanaagsan ma aha cibaadada waxa la rabaa khushuuc iyo qofku inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala niyadiisa oo dhan u soo jeediyo wax cibaadadiisa dhaawacaya oo dhan in laga ilaaliyo loo baahiyo ha wa kana wuxuu ahaa sallallahu alayhi wa sallam yaqul nabigu waxa uu oran jiray la salata salaadi uma jirto bi hadrati ta'amin cunto marka la keenay qof baahan oo gaajoonaya oo cuntadii loo soo dhigay qofkaasi salaad inuu tukado ma aha cuntada waa inuu ka horeeyaa sababtu waa maxay qalbigiisi iyo caqligiisuba waxay la jiraan cuntada maanta dhan wuxuu ka fikirayaa cuntada marka meesha waxaa ka baxaya khushuucdii baa ka baxaysa haddiise qofku isaga oo dheregsan wax iska soo cunay gaajo aanay hayn waqti salaadeed ay soo gasho cuntadana la keeno dee wuu tukan karaa waayo cillada loogu diiday waxa weeye in qofka khushuucdiisa ay dhaawacdo baa loogu diiday inuu cuntada ka fikiro oo marka niyadiisu ay ku maqnaataa loogu diiday ha laa salaata salaadi uma jirto oo salaad ma tukanayo weeye بحضرة طعام عنت الله كياني عمرك قبتشو قميش الله صار دقي إيه ولا هو قفك أو يدافعه أي الريحيان الأخبثان لبدي حما قف صحرا حيسو أما كاذي حيسو سوليق أباها إنو سلاتك ضماءها وإنو مركه رسول نفسا سفيعا رسول نفسا سوهو سيستا مركا إساق أوه قلبي سدقيني أو عن ميلا كعررين aan wax ceeli lahayn marka uu tukado marka xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha bini'aadamka mashquulin kara oo dhan in cibaadada laga ilaaliyo oo laga daayo ma waqtiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad hortaagan tahayna qalbigaaga iyo marka jawaarixdaadaba rabbi subxaanahu wa ta'aala aad siisid u soo jeedisid wax kasta oo kaa mashquuliyana aad ka ilaalisid واتهن وحين مكا صوت الماني انت عين الموضوع عاكا قدبين وحين صوت الماني ماشي اللي ايه جيو موضع النظر انا يتهي علماء غيبة التلمامين انا يتهي هل كوقف كسو جود ايو لكن سيد الراجحة علماء بذلنا اي تلماميان خصب ما هسجود كريا اللي ايه جيو qofku hortiisa uu eegi kara inta ay ugu ansaxayso in uu helo khushuucdii uu u baahnaa uu eegi kara wax dhibaato ama laha sababtoo ah saxaabadu in badan oo ka midi
وحي سو وريان أفعاشي النبي صلى الله عليه وسلم سميني تصالح عن ظهر إي عصر إنه النبي قرآن أخرين شري مركو تاغن يحي وحانو كوغران شرني بيدادين دقاق أو غركيس سمينيو قف هستي سيئي إمامك هرتي ستاغن غركيس ماري كرا وميا صحابة إني كور إيجي إنه النبي صلى الله عليه وسلم هرتاغن ومركا تجينا يا إني إيجي إنبا مقرأيسا مركا إن بدن وكم إذا حديث مركا آد إكتيد علم ذو حي لهذان كم قيدنين أو كم أكين أجمدو مركا ماشي سجودا لكن هدف كأي واحد مهم سن إله بعيا وحويه إن قفق أو ماشى خشوع ذا وجب بدن أي وجب ما نيسو ومركا يجو هدو هاس إيجي كراء خشوع ذا وجب ما نيسو هاس إنه يجوه هدو أرتيس إيجي كراء وقدر كهر إيجي كراء خشوع ذا وجب ما نيسو واحد بعتها ملها إنه نيدي سو أي بحدهم بلدي ذي وحكلوه لدي ذي مدق إياه بذحين لأجو مدق إياه بذح إن لأجو أي لدي ذي وحكلو ين لدي ذي كر إن لأجو ومركا عرقي كر لو تشيديو وحي إنتا كسو هاري وحدي باتا عمرها مركا لفرديو واتحياتك اللو فرديو إساق إيق مدى قفك سجودة بماها وفرتيسة وفرتيسة نبي صلى الله عليه وسلم نساسا كسو غن إنو فرتيسة إيق جري مركا ومركا اتحياتك كتشيرو أيا كسو غن رسولك صلى الله عليه وسلم وأيه موضوع أكو حاجة مركا وحاينو تلمامينا وحوية أدعية الاستفتاح إن شاء الله قريب يربينو كتلمامي دونا دعوينك مركا صلاة الله قالوا لغو فرفورتو صلاة مركا الله قالوا وحاينو صوت الماني تكبيرة الإحرام نيدي بين صوت الماني تكبيرة الإحرام بين صوت الماني وحاينو تلماني هلك قعمها إن لبضة قعمود لا إساسارو وميدك توسر رئيسو وحينو تلماني إن لابتا لسارو وحينو تلمامي إن أمركا إيق مدينة وينو تلماني هلك اللي إيقي وحينو مركا تلمامي إن أدعية الاستفتاح دعوين قلوه فرفورتو ثم كان وحوها صلى الله عليه وسلم نبيه يستفتح مدك فرفورتا وكب اللابا القراءة أخرسك أخرسك لو لما تشيدو قرآنكي لكن قدهان أخرس كيودن بلولة شيدا وحكوب الله من شري بأدعية كثيرة دعوين بضان متنوعة أوكل الدوان يحمد الله كواسو إلهي وكم هذين يتعالى سري فيها دعوين كالحدود يمجده ألا أيوك الشرف شري ويثني عليه ألا أيوك أمان شري وقد أمر بذلك سدى عيون فري رسولك صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نكي صلاة سحمي فقال له حكيري لا تتم صلاة صلاة أمد ما استرنته لأحد من الناس قفدتك كمده حتى يكبر إلا والله أكبر إلهده ويحمد الله إلهين أمه ذي عز جل وعز ويثني عليه أمانه ويقرأ كدبنا وأخريو بما تيسر من القرآن وحي القرآن كأفوذ هذا مكا بيت الشاهد كأي بيت القصيد كحوية ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه إلهي إلا ما هديو أولا أمانو وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يقرأ مد أخريا تارة بهذا وتارة بهذا مرة دعاء وآخرين شري مرة دعاء أي آخرين شري ودعوينك مرة بيد أي آخرين شري فكان يقول وحى وها مذيل هذا دعاء كوبات إلى لبية من دعو أي شيخ تلمام يا حقيقة دعوينك وجو فينا أما وحوق بدنا حق السنة أي سوقاتي دعاءنا نكون بلا بينه وحديثك أبو هريرة رضي الله عنه ودعاء أقوم ميزان كبدا أقول حب بدا حق السنة كحديثك أقول حب بدا وي وحب النبي صلى الله عليه وسلم رن شري اللهم إلهي باعد كالدير بيني وبين خطاياي أنيق إيدن بيدي إذا إلهي ونكالدير كما باعدت سيدي آد أكلا دي ريسي بين المشرق عدعيد كسوبحا والمغرب عدعيد أدعيد
أما قبري يا قلبت سيدا أدوك لفوقي سي إلهي وأنيك إيا ذنوب تيدنا نك لفوقي أو ذنوب تيقى فوقي وي اللهم إلهي نقني إيقى النظيفي من خطايا يدن بيدا إذا إلهي إيقى النظيفي كما ينقى سيدا لوغى النظيفي الثوب الأبيض مرض عد من الدنس أسكك سيدا مرض عدي آني أسكك أقرسا ومركا لما يدو عدان كيدي إيه مركا موقيدي وغسو النقضو إلهي وأنيغان الذنوب تأوردن إيغان ميد أو إيغان نظيفي وي اللهم إلهي اغسلني إيغان ميد من خطايا يدن بيديدا بالماء بي إيغان ميد والثلج برف إيغان ميد والبرد مركا وبرف مركا قرور حا ير يروي برف كنوعيس نوع كمدوي يعني نوع كستو بيوه أما أيها نقول هاين هذي برف أتذق ووينهين إيه هذي برف قرور حيهين إيه هذي بيع عليهين ب سيدا إلهي أو إجعمر أو إجعنا ذي في أيوة المام يا نبي صلى الله عليه وسلم دعانا مركا دعاء ميزان كده أحب بذي هيوي إلهي بعد ويدي سنة إسا ذنوب تادي إنو كادير أيو إلهي سبحانه وتعالى عنو أذيك يا ذنوب تاو ويدين كالادير أيو وحادي إلهي ويدي سنة إسا إنو كام ميرو أو دنبي آنا ديالان هدي دنبي لا آنا نغطي دو ذنوب تلقام السحانا معنى دي وحوهيين دي شنة تكوك ديسا وفان ذنبي لهين وقف إلهي سبحانه وتعالى عنا حريستي ومكا شنة دي سوك ديه وكان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تنوح ورنجري في الفرض صلاتها فرال كأب ورنجري إن شاء الله لبقى دعو أما مد بين قدرين إن شاء الله وإيهي وحكال النبي صلى الله عليه وسلم ورنجري وجهت وحانو تشيدي وجهي وجهي للذي فطر السماوات الله سموين كأبوري فطر كلمة فطر وبدأ بخلقها الله بالله أبور كسموين كإذن آني أقوه الرين والأرض يدلك حنيفا أنيقو مدحق أؤي شيء كتو السنة مسلما مسلما وما أنا من المشركين مشركين تنك من بديه إن صلاتي صلاة ديدا ونسكي عبادة ديدا وحد كلو عران كرتا ونسكي حج كيغا إيا عمر ديدا لبدا بوالغو تيل ماما إن قودهان عبادة أوردن نسكي إيسو هسكي ليسو إيا إنسي قارا لوغو تيل ماما إيا حج كي إيا مركا عمر ديدا ونسكي عبادة ديدا أما حج كيغا إيا عمر ديدا ومحيايا نولا شايدا أوردن ومماتي غير ذيلا انتبى لله إلهي بعسكال رب العالمين الله عالمين تربك هو لا شريك له عدل لوذاتي يا مجرته وبذلك أرنت أيانا أمرت لي فري وأنا أول المسلمين أنا أيانا مسلمين تأوه الرئي لفظك وأنا أول المسلمين نبي صلى الله عليه وسلم مركو ورني دي سحبوا أها مسلمين تيسك أوه الرئي علمك لأي وحي قبان دي مسلمين تيدن بإينا إلى هذا وأنا أول المسلمين أنا مسلمين تقوه الرئي سحما نقونا إساء وبين بين نقونا إساء مسلمين تقوه الرئيس مسلمين بذن بكاه الرئيس مركا أرنتا وحلقوا فسيري ويقو حليه وأنا من المسلمين قفكوا إينا إلى هذا أنا قو حاكم إلى هاي مسلمين إنو إلى هذا أي علماء غيبتوا تلمامين لكن وحلقوا فسيري وأنا أول المسلمين لو لم تشيدوا مسلمين تان أقوه الرئي لو لم تشيدوا إيه وحوهي وحان أهي قفك أقوه الرئي هو قانسن ها أنا قو حتى أن ديارة هيوان هو قانسن هيوي ها وإنو إلى هذا أنا أقوه الرئي هدو إلى هذا ده هرينتي حاجة وقتي ما تلمام يسأه هرينتي حاجة استجابة هي متى أقبل تانك أي تلمام يسأ اللهم إلهي دعاء عدتك أنت بدن أنت عيار هركلي آخريا لكن دعاءه لما يستر بيلاده دعاءه لما يستر أي إلهذا أنت رنوي وذا صعتا دعاء دروي هدي أنا لما يستر كريم وحكوفي عن دعوينك أدنى ما يستر كريم سيدنا الأخرين اللهم إلهي أنت الملك أديك يا بقرة لا إله إلا أنت
إلى حقل وعبد أما ترى أديك موية سبحانك إلهي وأديك حمان أردنك وفن وبحمدك إلهي وأديك أيام مهات أردن لي أنت ربي أديك أيا ربي قيقا وأنا عبدك أنبنا أدونك أقيبان حي ها ظلمت نفسي إلهي ونفتي ديبان كقرد الراضي واعترفت بذنبي إلهي وحان اعترافي أوقرتي ذنبي قيقي فاغفر لي إلهي وإرداف ذنبي ذنبي قيقا جميعا دمانتي إلهي وذنبي أنقلي أوردن إيداف دمانتي إنه لا يغفر مدافو الذنوب ذنوبتا إلا أنت أذيق مويعتك لأو ذنبي دافتا مجرتو واهديني إلهي ويقهنوني لأحسن الأخلاق أخلاق تيدا أقو ونأحسن إلهي ويقهنوني ها لا يهديكم هنوني لأحسنها أخلاق تيدا أقو ونأحسن إلا أنت أذيق مويعب ها وحتى المام إسا إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ذا إنه وناتشيه واصرف عني إلهي وإقد ليحي وإقد عني سيئها أخلاق ذا تيدا حن إلهي وإقد وإقد ليحي لا يصرف عني إقم الليحن كارو أخلاق ذا تيدا حن سيئها كيدا حن إلا أنت أذيك موية لبيك الله يوكو أتشيبي وسعديك الله يوكوه قان سمي والخير خير كنا كله دمانتي في يديك دعمها قايو كتشرا والشر شر كنا ليس إليك أذيك اللقوم النسبية أو اللقوم التيرية شركة والمهدي قفك هنون سننا من هديت وقفك أدهنون سي أنا بك إلهي وأذيك أيان كبتير سنهي ها أنا بك إلهي وأديك أيام كوغوتير سنهي وإليك إلهي وأديك أيام كمعين سنيا لا من جابت بعد ما جرتو ولا ملجأ عدل مغنقل أنا ما جرتو ومنك أديك اللقاء مغنقلو إلا إليك أديك أبوي أديك اللقاء مغنقلو تباركت إلهي وخيرك قبذي وبركوذي وتعاليت إلهي وسريسي أستغفرك إلهي ودنبي دافن كويدي سنيا وأتوب إليك توبت كين وكويدي سنيا دعاء لبدعاء قيد كم إذا لقد رأي جرت مثله دون قوله دعاء أوكل ولكن لقرهابه أنت ربي وأنا عبدك أنت ندمبه يدور لقرهابنا النبي صلى الله عليه وسلم كسوناتي وآخرين شري ويزيد لكن ككر نشري إلى يعني وإلى آخره ويزيد وككر نشري اللهم إلى اللهم إله يو أنت الملك أديك يا بقرة لا إله إلا أنت إلى حقل وعبد ما ترى أديك موية سبحانك حمانك وفنت حمان ودمتك وفنت هاي وبحمدك إله يوم هذا ودرنا هذه كوس وفنتهاي مثله أيضا سيدك إن لا إله إلا قوله وأنا من وأنا أول المسلمين مسلمين تأنا أبوه الرئي هل كان أنت لسوق عرسيه ويزيد القكرية اللهم إلهي اهدني وقهنوني لأحسن الأخلاق أخلاق تيدا وناكسن ها وأحسن الأعمال هي عمل كيس أبوه وناكسن لا يهديكم هنوني لأحسنها كو أبوه وناكسن أما عملك أبوه وناكسن هي أخلاق أبوه وناكسن إلا أنت أديك موية وقيني إلهي وإيقا إلالي سيء الأخلاق أخلاق تيدا حن والأعمال هي عمل كيس حن لا يقي إيقا ما إلالي كرو سيئها كودا حن إلا أنت أديك موية إن شاء الله إنها آئينو كسو قبيننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.